سلام يا دي سلام تحياتي هي السلام غصني السلام ديني سلام وخالقي هو السلام فمي سلام يا دي سلام تحياتي هي السلام غصني سلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام، نرحب بكم في معرض رسالة الإسلام بقلعة نخل. مشاهدين الأعزاء، عرفت عمان منذ سالف الأزمان بتاريخها العريق وشخصياتها الفذة، حيث شهد لنا رسولنا الكريم بقوله: لو أتيت أهل عمان ما سبوك وما ضربوك. تحلو به ولد أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي عام 1942 بمحلة مفنستي بجزيرة زنجبار، حيث كان والده مهاجرا، وقد عاد إلى موطنه الأصلي عام 1964. درس الخليلي القرآن الكريم والعلوم الدينية والعربية في زنجبار وعمان. عند وصوله إلى عمان عمل مدرسا للقرآن الكريم والعلوم الشرعية بولاية بخلا. بكلمة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي مدير الشؤون الإسلامية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سيدي صاحب الجلالة، ما أطيب هذه الفرصة وما أسعد هذا اللقاء، لقاء بين القائد وجنده. ثم انتقل للتدريس بمسجد الحور بالعاصمة العمانية مسقط، ثم عين مديرا للشؤون الإسلامية بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية بالسلطنة، ثم عين مفتيا عاما للسلطنة بدرجة وزير. وقد شغل رئاسة مجلس إدارة مركز سلطان قابوس للثقافة الإسلامية والرئاسة الفخرية لكلية العلوم الشرعية، كما كان رئيسا للجنة المطبوعات بوزارة التراث والثقافة، وعضو مجلس أمناء جامعة نزوى بعمان، وله العديد من المؤلفات التي تثري طالبيها. أما خارج سلطنة عمان فقد شغل الخليلي عضوية مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، وعضوية مؤسسة أهل البيت المجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية بالأردن، وعضو مجلس أمناء الجامعة الإسلامية العالمية بإسلام أباد بباكستان، ونائب رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وعضو المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية في إيران. واشتهر الخليلي بموقف لافت أثناء حوار تلفزيوني على قناة خليجية، حين وصفه المذيع بمفتي الإباضية، فأجاب: أنا لست مفتي الإباضية، أنا مفتي السلطنة. في كل شبر منك يا عمانة تشهدين بأن شيخنا الجليل شخصية لا جدال بها، نثر لنا عبيرا من العلم وأهدانا رسالة الإسلام. لم يقتصر تاريخ عمان على شيخنا الجليل أحمد بن حمد الخليلي، فهنالك شخصيات أخرى برزت على مر السنين.
أنا هنا من على أرض قلعة نخل، من على أرض التسامح والتآلف والإخاء، رسخت بلادي بي أحلى القيم. أنا هنا من عمان، أرض قابوس، أرض الود والوئام، أتيت لأنقل حب الوطن والشعوب وحب التسامح. أنا متسامح، لا تمييز بيني وبين إخوتي، أنا سني وهنا إباضي ومعي أخي من الشيعة. أنا ابن هذا الوطن، حباني الله نعم كانت برسولي وأعطاني منها الكثير، أحببت ديني ورسختها في من حولي، وها أنا أقف بين أيديكم لأنقل لكم تجربة وطن متسامح ومع الأديان مترابط، لا فرق بيني وبين من هم معي، فهنا الإخاء وهنا التسامح، ويربطهما دين واحد فلا نزاع بينه. من على أرض التسامح أنقل لكم سلام أهل عمان.